على استمرار. بسم الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر. وقضينا إليه ذلك الأمر، أي وصل ربي الأمر هذا ليعيه سيدنا لوط عليه السلام ويقوم بما أمر به بالتدقيق، لأنه هو نبي عليه السلام، هو أول من يطبق أوامر الرحمن. بلغلهم أهلك ليتبعوك، أراك مش كل من ناجين، لكن يكون في علمك باش لا تصدم. الإمارتك كانت تخونك، وصل أخبارك إلى أعدائك، هي من جزاؤها في الدنيا قبل الآخرة. أنا من خان فيلعنه الرحمن ويخرجه من بوتقة الرحمة، لأنه كان من الخائنين. إن الله لا يهدي كيد الخائن. وقضينا إليه ذلك الأمر الذي سبق ذكره، أن دابر هؤلاء من أولهم لآخرهم، دابر هؤلاء مقطوع مصباحي، ما عادش تلقى صحيح. الصباح جاء في باله مش يعاود الكرة، يحبوا يجمع على سيدنا لوط عليه السلام، والملائكة الكرام جاءوا نزلوا في صورة الإنسان في بهاء تام، في جمال رائع، وهذا يزيد ينشط رغبتهم الجنسية الملتوية المنحربة، في بالهم مش ممكن يغلبوه بأي طريقة، قد خطروا ما له غدر وله عنف وله سفك دماء وله جنس لا خير فيه وله مجع. وعاقبته وعاقبة هؤلاء إن استمروا على هذه السيرة الفاسدة الخارقة للعادة التي اعتادها الناس حين يكونوا مع طبيعتهم، هؤلاء مش يكون نهايتهم بصاعقة، وهي الآن غروندمون، صيحة وانقلاب سافلها على عليها القريتين الظالم أهلها. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبعين. وبعد مش نشوفوا الكلاب ذوما المغررين من طرف الشياطين ماذا سيعملون، وكيف سيدنا لوط عليه السلام كان دبلوماسي في القمة يعرف كيف يدافع عن ضيوفه الكرام الملائكة الكرام عليهم السلام.